إذ قالت ربي الشارة المقدسية، هذه الشارة التي استحدثت من قبل الائتلاف الكشفي العالمي لنصرة فلسطين، وكون أن منظمة قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية عضو فعال في هذه المنظمة. قال نحن في فلسطين لا نكبر، بل نستشهد من أجل فلسطين، نطلب الشهادة من أجل فلسطين. ارتئينا في إطار الاحتفالات بالفاتح من نوفمبر ذكرى اندلاع الثورة التحريرية من أجل ربط ثورة التحرير الوطني وما يحدث في غزة من طوفان الأقصى. ارتئينا اليوم إلى تنظيم الشارة المقدسية، هذه الشارة لكون أن منظمة قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية ضمن تلتوي تحت ضمن الائتلاف الكشفي العالمي لنصرة فلسطين. ارتئينا اليوم باش الكشافين نتاوعنا، كشافين كشف متقدم والجوال، أننا نكونوهم ونحبوهم في القضية الفلسطينية من أجل تبني، من أجل من أننا تعاطف مع أطفال فلسطين اللي راهم يموتوا اليوم، راهم نشوفوا فيهم بالآلاف يموتوا. حبينا أنه الطفل الفلسطيني أو الطفل الجزائري دائما قلبه مرتبط بقضيته ألا وهي قضية فلسطين، من أجل المساهمة وتحبيبهم في هذه القضية. نشكر ولاية البرج على هذا العمل الجبار الكشفي، وهذا دليل على تضامنهم لفلسطين ومحبي فلسطين والمسجد الأقصى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عملهم هذا في ميزان حسناتهم، وأنهم يريدون أن يضعوا الأمانة لأمانة تحرير فلسطين في يد الجيل القادم، مع أن الجيل هذا هو يحمل هذا الشعار. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونحن نقول بأن الشعب الجزائري شعب المضحى وشعب حرر أرضه، ويتمنى من الله أن يحرر كذلك أرض فلسطين، وما ذلك على الله بعزيز. شاركنا اليوم رفقة قدماء كشافة الإسلامية للولاية بمناسبة افتتاح الورشات الكشفية، والتي كان من أبرز نقاطها هو التذكير ببطولات الشعب الجزائري بمناسبة عيد الثورة، عيد أول نوفمبر، وكذا التذكير بضرورة التضامن مع إخواننا في غزة الفلسطينيين. اليوم درنا أربعة ورشات الاستفادة باش نوعوا رواحنا، باش نتعاطفوا مع الشعب الفلسطيني الأخ. قضية فلسطينية قضية كفاح، ويجب علينا دائما الوقوف معها، مع فلسطين سواء كانت ظالمة أو مظلومة. كما استفدت من هذه الورشات التعليمية أن فلسطين في قلب كل جزائري.